مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال، وما زلنا نحكي ثقافة. معنا اليوم سي جمال الأساسي الممثل التونسي، معنا سي نزار السعيدي مخرج مسرحية انتليجنسيا. مرحبا بكم. مرحبا، شرفتونا. مرحبا بكم. يعيشك. باش نحكيو على المسرحية بيان سور، أما قبل لازمنا نرجعوا بعدها للشيف. مرحبا بك فاطمة. أنا نحب نسأل الشيف فتحية كيفاش النجم نحافظ على الزرير لمدة طويلة؟ هو راهو قام المكونات تاعو كل ما تتهلكش، معناها طيب طيب بالقدا، طيب في حقه، جست الحاجه بركه اللي تنجموا تعملوها، اما تعبيوه في كيسان هكايا بعد لا يبرد وتغطيوه ما عاد يصير له حتى شيء، معناها تلفوه كل كاس وحده والا مع بعضه ما فما حتى مشكل، والا تفرغوه في معون اما اينوكس والا بلار، تسكروا عليه حاجه برك. المغرفه اللي باش تعبيوا بها الزرير لازم تكون نظيفه شيحة، ما فيها حتى جرام هوميديتي، خاطر أي حاجة باش تقربوا فيها حتى طشة متاع ماء وإلا أي تغطيوه وهو سخون يعرق، العرق يهبط عليه، هذاك الكل يهلك الزرير. راهو إذا كان خليتوه يبرد من الأول غطيوه بمنديلة قماش خاطر تعدي الفابور من غير ما يعرق، ومن بعد أون فوا برد أما فرغوه كما قلت لكم وإلا غطيوه، سكروا عليه في معناها دبوزه ما تحطوش في فريجيدير، راه ما يتطلبش في فريجيدير، معناها المكونات تاعو الكل ما تتهلكش الا اذا كان تمس بمغرفه والا ذاقوه بمغرفه ورجع بعد الذواقه يقول لك انا فمي نظيف، فمك نظيف وي، لكن المغرفه مست ديجا حاجات اللي ما يلزمهاش تدخل للزرير، اذا كان ذقته بمغرفه المغرفه هذيك تنحى واجبدوا مغرفه اخرى نظيفه ماهيش ممسوسه. يعطيك صحة شيف فتحيه. دونك هذه الافكار اللي نورتكم بها اليوم، الله ينورك. انا زاد الساده المشاهدين كيف ما تتفكروا في الاول قلت لكم باش نعمل التريليا سيف سيري، عملت لي باني بالفرينه نتاع الحمص، توا باش نعملوها سيف سيري بالبريكادور اللي هي بريكا ملصوقه انا اكتشفتها مع شيف فتحيه بالحق ياسر طياره، ننصحكم بها تجربوها في الدار. توا باش ناخذ كعبات التريليا نتاعي كيف ما هما هكا، مفوحين شويه ملح وفلفل اكحل، باش نحطهم في طرف كعبه الملصوقه هوني، نخلي جوست جوست خلي بالسهل برشا، نخلي الراس نتاع كعبه التريليا لبرا، وناخذ معاها شويه معدنوس ذبلته مع شويه بصل، نجموا نزيدوا معاها شويه كبار كيف ما عملت تاني. هكا هذايا مفوح بشويه فلفل اكحل شويه ملح، ولا تنجموا تعملوا بالشامبينيون فارس كيف كيف، زاد بالمعدنوس والشامبينيون وبصل يجي ياسر بنين. نجي هنا ونبدا نلف، ما اسهلش ما هنا سيف سيري هذا ليه ليه. ماكش عامل لها غمبوس؟ لا لا مش مغمبوس، راسها على برا، دونك كعبه الحوت نتاعنا، دونك هكا بهالطريقه. هوب، ومن بعد نسكر الفم نتاعها هوني بالعظم، ناخذ عظيمه مليحه نركضها ولا اصفر عظمه، ونسكر به فم كعيبه التريليا نتاعي. نعاود بنفس الطريقه، ناخذ كعيبه تريليا هكا الراس نتاعها لبرا ديما، ناخذ معاها شويه فارس هذايا اللي هو بصل ومعدنوس مذبلينه، فوحينه ملح فلفل اكحل، تنجموا كما قلت زيدوه شيشه كبار يجي ياسر بنين. دونك هكا ونلف كعبه التريليا نتاعي بالكدا بالكدا. علاش انا التريليا لفيتها هوني في كعبه الملصوقه؟ خاطر كما قلنا مونشتو هذه تتقلى، يولوا ليزاغات نتاعها الداخل ما همش كاسحين ويتقرمشوا بالسهل ما غير ما يسببوا لكم حتى مشاكل. ردوا بالكم مع الصغار بركه، خاطر هذه تحب العبد عنده فم باهي. دونك نواصل انا نحضر كعبه التريليا نتاعي ببريكادور بنفس الطريقه هكا، نقليهم ونقدمهم مع بقيه كعبه التريليا اللي عملناهم باني بالفرينه نتاع الحمص. نرجعوا لاختنا فاطمه وبعد نشوفوا طاولتنا في الماتينال كيفاش باش تزين ان شاء الله. ميرسي بوكو لي شيف. الوغ نرجعو نحكيو على مسرحيه انتليجنسيا مع سي جمال ساسي وسي نزار السعيدي المخرج. الوغ نحكيو على المسرحيه هذه سي نزار، الموضوع نتاعها شنو؟ شكون الممثلين؟ انتليجنسيا هي انتاج شركه فنار، نص عبد الوهاب ملوح، اخراج نزار السعيدي، تمثيل جمال ساسي، امل كراي، انتصار عيساوي، علاء الدين شويرف وفاطمه عباده. العرض الاول كان في ايام قرطاج المسرحيه، ثم مجموعه من العروض في الجهات كما صفاقس كما قفصه كما جابس كما سوسه، وتوا باش ندخلوا في سلسله عروض جديده، معناها في نهار 22 مارس في قاعه التياترو، 23 مارس افتتاح مهرجان قفصه للمسرح، 27 مارس باش يكون موعد في الكيف مع مهرجان 24 ساعه مسرح، وايضا نختموها شهر مارس بمهرجان عزين قانون. العرض باش يكون نهار 28 مارس في قاعه الريو،
ثم عندنا سلسلة عروض في أفريل باش تكون في جندوبة ومدنين وجابس، نعلن عنها التواريخ في الإبان. المسرحية كما العنوان نتاعها من انتليجنسيا، هالعنوان ربما اللي يترأى للبعض أنه عنوان غريب وماهوش مفهوم، وهذا مقصود معناها العنوان هذا انتليجنسيا، أن نحثوا المشاهد قبل ما يجي المسرحية يبحث في العنوان هذا الساعة شنو، ومن هون ننطلقوا في موضوع المسرحية اللي يتناول قضية أو إشكاليات النخبة التونسية، ونتسألوا خاصة النخبة المثقفة، ونتسألوا عن دور المثقف في تونس تو من 2011 لتوا. المثقف هذايا شنو يلزمه يعمل، شنو عمل العركة بينه هو وبين بين 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 ربما الطبقات اللي تحت المثقف، دور المثقف هذا انه في رسم استراتيجية لتونس في معناها في المستقبل، هذا وين دور المحاور المسرحية. سامحني يعطيك ألف صحة، عطيتنا السؤال نتاع علاش العنوان هذاك، حكيت لنا على الموضوع. صلي على النبي. جست جمال ساسي كان تسمح يحكينا هو على انه المسرحية تحكي على زيديت وعلى النخبة المثقفة، تشوف انه الجمهور التونسي، نحكي هنا الجمال الممثل مش الجمال المثقف، الجمهور التونسي يقبل على النوعية هذه نتاع المسرحيات باش انت تغامر وتشارك في المسرحيات هذه؟ الجمهور التونسي هو جماهير، مش فما نوع جمهور بركة، فهمتي؟ كل إنسان فما نوعية نتاع مسرح يحبها، فما نوعية نتاع فرجة يحب عليها، معناها سي هو بالتجربة. فما عام مش باش نحكي على روحي، مي فهمتي معناها إكزامبل، فما مسرحية خدمتها أنا مثلا، مسرحية اسمها أوناتون دون غودو، مسرحية عبثية فيها جلال الدين السعدي، فتحي بوسيلة، خليل بن حميدة، محمد علي المداني، بكيت معناها، وقدمنا العروض والجمهور يجي يتفرج فيها. معناها ما عندناش مشكله نتاع جمهور، وخاصه داخل الجمهوريه فما الناس متعطشه وتحب تتفرج في المسرح. المسرحيه كما انتليجنسيا، اول حاجه نتكلموا بالدارجه، نتكلموا بلغه مفهومه، لغه بسيطه، المعاني اللي فيها واضحه توصل للجمهور. معناها اخر عرض عملناه احنا في قفصه كان فما نقاش من بعد العرض، فما الناس اللي موجودين اللي تفرجوا، مش نعاود نرجعوا احنا لقفصه معناها نظرا للاقبال اللي صار في العرض. حبيت راي قفصه، نقولوا قفصه نقولوا مسرح والله المسرح في كل الجمهوريه متعطشين على خاطر يحبوا الكاف توزر ذهيبه في اي مكان، معناها فهمتي الناس تحب تتفرج وقت تمشي لهم العروض وتقع البرمجه نتاعها تمشي تجي الناس معناها تتفرج. معناها فما عروض بعد ساعات تقول فهمتي تمشي للبلاصه هذه زعما باش يجيو تلقى العباد، خاطر فما تقول انت الترفيه او الحركه الثقافيه فيها ناقصه بالنسبه للمدن، الناس ما عندهم هذاك نوع من المتنفس. المسرحيه تتفهم، المسرحيه معناها فهمتي باش نحكي ولو سمح لي معناها نزار، هي تحكي على الوضعيه نتاع تصير الحكايه كلها في سبيطار، الحكايه كلها في سبيطار، وفما وضعيه نتاع شخصيه من الشخصيات اللي مره وهيش في الانعاش، تقول كان المسرحيه تكتبت على الظرف هذايا. شفت معناها خاطر مانيش نخدموا في الاني ولا الاكتويال، الحدث معناها اللي صار الحدث نعملوا عليه حكايه بمرور الزمن معناها توفى ما عادش حتى فهمتي نتاع توا الحكايه فهمتي مطروحه حتى في طرحها في داخلها مطروحه برشا حرفيه وبرشا ذكاء من طرف معناها الكاتب سي عبد الوهاب ملوح ومن طرف المخرج، انه باش تكون هي كما تتخدم اليوم كما تتخدم بعد شهر المتفرج التونسي مهما كانت هو مستواه الثقافي او التعليمي ينجم يلقى روحه في وسط المسرحيه في الوضعيه العامه اللي قاعدين نعيشوا فيها. سامحني هذايا هو الرهانه من الاول، انك فيش تحكي على قضيه نخبويه نوعا ما لعامه الشعب، خاطر توا صدقني معناها السؤال هذايا تاع وين نخبتنا وين مثقفينا، ما عادش النخبه تسال فيه وما عادش المثقفين يسالوا فيه، ولات عامه الشعب الناس العاديه اللي في القهاوي ولا في يسالوا يا اخي وينهم مثقفينا وينهم النخبه نتاعنا؟ على خاطر النخبه مخبيه وفما السفسطائيين جايين شادين بلايصهم. هذا هو معناها ولا شان عام القضيه دي شان عام، ولهنا كان الرهان المسرحي انك كيفاش تحكي على 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 معناها قضيه معناها ربما تعد نخبويه وتكون بسيطه لعامه الناس. هنا كانت الخدمه على مستويات الفهم للعمل اللي هما زوز مستويات، معناها مستوى اول هي الرموز والسياسيه والاجتماعيه وما الى ذلك، والمستوى الثاني هو درامي اللي عملنا خرافه معناها سهله بسيطه انك تتفاعل مع الاحداث نتاعها، خرافه هالشاب هذا مجد اللي معناها يقدم على الانتحار وفي اثناء معالجته في المستشفى يتعرض لخطا طبي، هالخطا الطبي هذا اللي هو مش يكون ملف للمناقصات بين بوه اللي هو دكتور مصطفى اللي هو جمال دكتور مصطفى
دكتور الاداب العظيم كما نقولوا احنا في المسرحيه وعندها ماضي نضالي، وامه اللي هي هند اللي هي حقوقيه استاذه قانون حقوقيه ومعناها منخرطه في المجتمع المدني وتعتبر روحها معناها معناها في البلاتوات كلها تحضر وتحكي على المجتمع المدني وعلى حقوق الانسان، وعمته اللي عايشه في فرنسا. هذوما ثلاثه معناها ومعاهم نادين. هل الشخصيات هذه اللي تعد نخبويه كيفاش باش تتعامل مع وضعيه الانعاش هذه نتاع ولدهم؟ كيفاش باش يتعاملوا مع الملف هذايا اللي السبيطار ما يحبوش يخرج الملف هذايا وتفضح الحكايه وتصير هالمناقصات هذه مع البو ومع الام ومع العمه ومع بنت المسرحيه؟ راهي ماهيش توا تعاملت، راهي من بكري تعاملت وتعرضت حتى في قرطاج المسرحيه. هذا قوه الثقافه والمسرح سورتو في تونس. حبيبه حبيت نبقى لك سؤال. اي انا شفت في الافيش واحنا نشوفوا في التصاوير يتعداوا نص لا يعول عليه، ما فهمتش برشا محطوطه اونتر دو غيومي، دونك حبيت نتسائل على الحاجه هذيا. حاجه اخرى، حكايه المثقف في تونس، معناتها قلنا اللي الشعب التونسي، انت سيادة قلت الشعب التونسي هو اللي يسال وين المثقف. فما برشا يلوموا عليه اللي هو في قطيعه واللي هو يرى في روحه في برج العاجي ومعناتها هو خير من الناس الكل وكل. دونك انا نحييكم برشا على الموضوع هذيا اللي وندعي برشا العباد يمشوا يتفرجوا ونفسناش نتفرج. دونك نحب على نص لا يعول عليه. شنو هو بالحقيقه؟ هو النص الاول اللي ملوح كان اسمه لا يعول عليه، اسم المسرح حلو. ليه؟ ثم ما تعرف العمل المسرحي الحديث معناها المعالجات الحديثه للمسرح الاخراجيه معناها الرؤى الاخراجيه ربما ما تتقيدش برشا بنص الكاتب، وهنا هي عركه تاريخيه ديما بين الكاتب والمخرج. والمسرح الحديث اللي يحاول ينطلق من نص معناها المسرحي ويحور فيه معناها ركحيا مع الممثلين، وهنا تدخل في طريقه عمل معناها المخرج. انا ما نخدمش مع ممثلين مؤدين قدر ما نخدم مع ممثلين مواطنين واعين. معناها الممثل بالنسبه لي عنده مواقفه من النص، عنده مواقفه من قضايا النص. على هذاك معناها تحول النص معناها من المرحله الاولى اللي جابها لنا سي عبد الوهاب ملوح للمرحله الثانيه، وكان هنا تغيير من لا يعول عليه الى انتليجنسيا. وهم متكاملين، راهو كما لا يعول عليه انتليجنسيا، لكن ربما لا يعول عليه هي حكم معناها في حد ذاته قلنا نبدلوه الانتليجنسيا. سي جمال، في ليزافيش نشوف فيك في التصاور، نشوف فيك بلاش لحيه وتوا باللحيه، يظل لي فما حاجه في رمضان قمر بالحيرة. سمعت برشا مسلسلات تاريخية وقلت يا ربي لحية، أنا بديش ربي اللحية. لا اثنين. فما مقترح جاني، مقترح نتاع مسلسل رفضت اني باش نخدمه، مقترح واحد مع بعد معناها بكل تواضع نقولها بصراحه، معناها من بعد تجربتي الكل ما نجمش نقبل اللي يجي، فهمتي؟ على خاطر رمضان وهو باش نخدمه وهو باش واحد يظهر، نجموا نعملوا تياتر. وما اللحيه هي بقيه نتاع فيلم صورته مع هند بوجمعه اسمه نورا تحلم، فيه معناها في الادوار الاولى هند صبري ولطفي العبدلي وانا من المشاركين في الفيلم هذا. كملنا التصوير في قاعده باللحي معناها كيكا، ما كنت قلق وانا متعارك مع الحجام. باش حاجه معناها فهمتي اللي كان يقول فيه نزار بالنسبه للنص. المسرحيه فعل حي، الحاجات من الحاجات الباهيه في المسرح هو فعل حي ولحظه حيه، مش كما تصوروا مسلسل ولا فيلم تصورت قعدت تتحطت في البواتا فهمتي بعد باش تتعدى. عندنا نقيسوا بالجمهور، نقيسوا باللحظه الان معناها الان الان وهنا. شنو معناها؟ احنا العرض اللي نقدموه في جابس مش كما العرض اللي باش يتقدم في سوسه، نفس المعطيات. اما في نفس الوقت زاد فما حاجات نراجعوها، تاخذ من الجمهور ومن راي الجمهور زاد، فهمتي؟ مش الكل بالطبيعه، معناها فما ناس حتى في كل حوار فما ناس بعد ساعات تفيقك ولا تحط يدها على حاجه اللي انت مريت عليها مر الكرام. احنا فما نوع من الديمقراطيه معناها في التفاعل، فهمتي؟ في العمل المسرحي والتفاعل معاه. فما حاجات اخرى اللي هي تتحين وتتطور، وهذا من اجمل ما ثم في المسرح. حي. والمسرحيه عملت تطور. كما قال نزار احنا عندنا اربع عروض في الاسبوع هذا القادم، اما باقي تقعد شويه على مستوى التوزيع. ما نحلوا مشكله خاطر ديما قاعدين نتبسموا، لكن نحلوها المشكله هذه في التبسيم. مشكله نتاع التوزيع، قنوات التوزيع بالنسبه للمسرح. نقعد نستناو كان في العروض المدعومه والا في العروض معناها فهمتي ذاتيه، واحد باش يدبر راسه مع علاقه بالمهرجان ولا كذا. المهرجانات بالظفرين غير مؤهله
فضاءات وتقنياتها للعروض المسرحية، عندها فضاءات أخرى واحدة. اثنين هي أنه علاش نقعدوا احنا فما نوعية متاع مسرح اللي ماشي ونبيعوا فيه ونروجوا له، يلزم يتوجد هذاك، معناها كان يلزم، أنا نقول يلزم باش نشرع الأصدقاء اللي قاعدين يخدموا، أما زاد راهو هذا يلزم يكون موجود، يلزم يكون موجود عند في عقلية السيد المندوب وفي عقلية السيد مدير المهرجان، أنه من نجم يعمل العرض الفرجوي مزود أو موسيقى أو رقص في فضاء خارجي، ويخمم زادة فنتي في عروض في فضاءات مغلقة تكون مهيئة فنتي باش تكون موجودة في الصيف، خاطر احنا تو مثلا بالنسبة للمسرح في الصيف تصير ليبرناسيون للدب والفكرون في الشتاء، احنا تصير ليبرناسيون في الصيف على خاطر تولي ما عادش تنجم تقدم العروض المسرحية والجمهور موجود، خاطر راهو فما موجودين الناس وعندنا جمهور نتاع مسرح موجود معناها. هذه فهم الاشكاليات نتاع التوزيع. حبيت نسالكم جوستومون في التوزيع على لي سيكل دو لي سيكل، علاش ما فماش مثلا في التياترو ثلاثه ايام تصير فيها المسرحيه ما مش يوم واحد؟ هو هذا نخمو فيه، معناها المسرحيه مازالت جديده وخاطر هي العمليه الترويجيه معناها، وكما كان يحكي جمال تو فما اشكال في تونس خاصة في المسرح اللي نعتبره احنا مسرح جدي، خاطر فما موجه كامله نتاع تصدير للنوعيه ولا المنشو غير المنشو معناها، وامشي ارض وخذ معناها لم من الفيسبوك زعما فودفيل شنو فودفيل فودفيل راهو مسرح جيد كي تخدم في القواعد نتاعو، لكن احنا فهمتي فما استهانه هي مهنه هذا مهنه سامحني قلت معناها يلم حاجات من الفيسبوك يعزي بها روحه ولا يحكي لك على سيرته الذاتيه الجميله جدا على العبد الكل، فما ناس هذا هو لكن هذا موجه كامله معناها قادت تسيطر، احنا نحاولوا نقاوموا باللي نقدروا، معناها نحاولوا نقاوموا باللي نقدروا بفنا، نحاولوا نقاوموا باللي نقدروا بالمادي اللي عندنا زاد بالفلوس اللي عندنا، خاطر انا من الجم زاد معايا ممثلين معناها ثلاثه عروض يلزمهم يخلصوا، وربما فما اطر معناها اللي باش تشريك العرض ما تحبلش نوعيه المسرح هذا، يعني شنو شكون باش تمشي للمعامل مش الشركات الكبيره هي اللي باش تشري عليك، ربما نوعيتها المسرح هذا ما تقبلش عليك، انا نحب نجيب خدامتي يتفردوا ويضحكوا، هي إيه راك باش تجيب خدامتك باش يتفردوا ويضحكوا في انتليجنسي، اما هذا راك باش تخرج بحاجه تخرج بفكره تخرج بتخمام تخرج بحاله معناها نتاع تفكير بحاله نتاع تغيير، هذا معناه اللي الرهان نتاعنا وخدمتنا الجايه، معناه انه هل السيكل هذوما انه نحاولوا نعرفوا بخدمتنا انه نحاولوا نعملوا على رواحنا ما نعملوش برك على وزاره الثقافه. ميرسي بوكو سي نزار السعيدي، وهكا مالك الجمله قالك يلزمهم يخلص نخدم له عرض ولا زوز قول يا وجهي. ميرسي بوكو سي جمال السيسي كيف كيف سي نزار السعيدي، نمشيو سبوت الخاصه بالترجي ونرجعوا مع ليبرتا. تسافر وتزور العالم. دونك كيما كنتوا تشوفوا في السبوت الخاصه بالترجي، نعاود نذكركم بالمعلومات انه الترجي باش يلعب في كاس السوبر الافريقي ضد الرجاء البيضاوي نهار 29 مارس، وبالنسبه لكاس السوبر التونسي نهار 1 افريل ضد النادي البنزرتي، هذم زوز ماتشات باش يكونوا في الدوحه. دونك ليبرتا فواياج توفر لكم رحله من نهار 27 نهار 31 مارس، تخلصوا من 890 دينار ومن بعد 250 دينار على 8 اشهر، معليهم كان احبي سيابي واحبي الاسبيرونس ينجم يكلموا 71 90 56 56 ولا 20 782 782 ولا 29 400 957. كيف كيف تنجموا تدخلوا على سيت www.libertavoyage.com والى لاباج فيسبوك ليبرتا فواياج، تلقاو لي ديتاي الكل السوايم الكل لي زوتيل الفول لي ديتاي اللي تحبوا عليهم انتم الكل. وي سورتو تحكي انت على لي زوتيل والفول وكل شيء، راه كل شيء موجود في لوفر هذا مع ليبرتا فواياج. نختموا مع شفت حياه.
مرحبا، انا حبيت نعاود نقول على هالزرير هذا اللي طالبوه المتفرجين. انا عملت تزرير وريتكم تكنيك نتاع تطيبو، يلزم جلجلان اون بات، معناها يطرحا حتى لين يزيد حتى يولي بات. حطيت فيه اللوز، راهو اذا كان تعملوا زرير جلجلان صافي راهو لابد تقعد فيه شويه مراره، ما ينحي المراره بتاع الجلجلان الا الفاكهه. اما اللوز ولا بوفريوه ما تحطوش زوزه، خاطر الزوزه تغمق ياسر وهي بيدها فيها مراره، معناها ايفيتي الزوزه مهما كان الفاكهه الاخرى ما تقلقش الا الزوزه. حطيت فيها عسل، زبده، سامحني. وريتكم تكنيك متاع التطيب وقلت لكم كيفاش تخبيه وكيفاش معناها تستحفظوا عليه باش ما يتهلكش. راهو زرير قل وانا دار اذا كان يتهلك قليل ياسر ياسر، اللهم طش بالماء صارت له حاجه معناها مهمه ياسر. لا فاسون اللي طيبوا بها واللي تخبيه بها، يقعد من اول نفاس لاخر نفاس، والا معناها عباد تحب الزرير تعملوا طاقتين تاكل بها الفطور الصباح بنين ومغذي وبالقدا. وزادة هنا عملت البيتزا بالبات فويتي فورنيتو، خذيت بات فويتي المحلوله حاضر باش فورنيتو، حطيتها معناها هي محلوله، حطيت عليها طماطم عبيده صوص طومات، صوص طومات بيتزا مفوحه حاضر باش، وحطيت جوست الطماطم، حطيت عليها الزيتون والجبن. من بعد دوبة تخرجوها من الكوشة تحطوا عليها شوية زيت زيان يعطي نكهة بنينة، وإلا إذا كانت تحبوها بيتزا بيضة تحطوا عليها شوية ثوم فرنت وكريم فريش مغرفة، تطرحوها كما طرحت الصوص طومات، تحطوا عليها شوية زيتون وجبن. إذا كانت انتم تحبوا تزيدوا حاجات أخرين تون وسلامي جامبو، هذيك حاجة اختياركم انتم الخاص. أنا هنايا تكفيت بالله باش نعملهم سامبل هكايا، ومن بعد تحطوها في كوشة 200، وإن شاء الله تكون عجبتكم تبارك اليوم. وقول لكم أبعثونا دبايركم وإحنا نمشي بهم ونعملوا بهم ونسمعوهم في كل خطوة. شيف فتحي تعطي فيكم في لغوسيت، وأنا وأيوب نقسموا في البيتزا ديجا، كل واحد فينا نقول شكون باش يروح بها. واحدة ليا واحدة ليك. هكا وجهنا على غلب عليا وعليهم. دونك نرجعوا نختموا مع بليتو مش نختموا مع درنا باش نشوفوا الخنار. باش نشوفوا شوية خنار فوالا. عسلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار. الخبر الأولاني على الشاعر التونسي الكبير المنصف المزغني اللي سألوه كان ولد عواطف يطلب منه يعطيه قصيدة يغنيها، يقبل ولا لا؟ سي المنصف قال اوكي نعطيه، اما على شرط يحكي معاه ويعرف شنو اللي في مخه. مو انا متاكده انكم كان باش تحكيوا مع بعضكم ما كنتوش باش تخالفوا، اما عندي طلب صغير منك، امان بالله لا تعطيه قصيده البقره، قصيده البقره خليها الايه قريبته، هو اعطيه القصيده هذه. خروف دخل البرلمان قال ماع، هي تاخذ بقره هو ياخذ الخروف، وكيكا تكون انت انسان حقوقي. في بالي يا اخي. الخبر الثاني على سي مقداد السيلي اللي صرح الاذاعه موزايك انه المليون تونسي اللي تبعوا في مريم الدباغ على الباج نتاعها في لي ريزو سوسيو هما ناس فاسدين وباش يتعداو بجرب. يا سي مقداد مش هكاك تصير الحرب يا سي مقداد، هز السيفك ودخل على مليون فان، ما نقول لهم ربي يهديكم يصلح رايكم، راكم غالطين راكم مغيبين، مش تقول لهم فاسدين. وزاد فوق من هذا باش يتعديو بجرب عليه، ابوني في باج ولا ابوني في سيلون نتاع حبس. اما والله يا سي مقداد ظالمها في حكايه الجرب والبرغوث، والله النهار الكل مراه وهي تهوي في اللي كونت نتاعها وترش فيهم بالشانيل والجوتشي. الاخبار الثالث يجينا من جريده لابريس اللي قالت انه سيلفستر ستالون وهو المخرج العالمي دولف لاندغرين باش يجيو لتونس الجمعه الجايه باش يعديو نهايرين في القنطاوي في سوسه، وبعد باش يهبطوا لتوزر قاعدين يفركسوا على بلاصه باش يصوروا فيها الفيلم الجديد نتاعهم. سيلفستر والمخرج ما جاوش من روسهم. في فيفري اللي فات الوزير السياحة نتاعنا سي روني ترابلسي استدعاهم يجيو لتونس، ما شاء الله عليه الراجل يخدم في خدمة هايلة. المرة الأخرى قنع باتريك برويل باش يروج لتونس، وتوا سلفستر والمخرج
مركز ياسر على الفنانين يا وخي، حسيته يحب يفك بلاصة سكوب وذرايا. أكا هاو نشكر خونا رفيد على الخشن. ميرسي بوكو دوغا، يعطيك الصحة. نحب نذكركم بالعمرة الخاصة بليبرتا فواياج. بالنسبة لعمرة شعبان توفر لكم ثلاثة رحلات، نهار 7 ونهار 14 ونهار 21 أفريل. راهو نحب نقول أنه بالنسبة لثلاثة رحلات هذم راهو نفس البرنامج لكل أنواع الرحلات، معناتها كيما صنف A كيما B كيما A بلوس و G. دونك أما بالنسبة للعرض الخاص لرحلة 21 مارس و 21 أفريل، راهو السعر ينطلق من 299 دينار وبعد تخليص 250 دينار على 8 أشهر. وكا هو ذا شنو اللي فما دونك التليفونات تشوفوا تليفونات كالعاده 71 90 56 56 والا 20 782 782 والا 29 400 957 والا لو سيت www.libertavoyage.com والا لاباج فيسبوك ليبرتا فواياج. دونك نمشيو نخدموا مع الشيف ايوب. مرحبتين بكم سيدي. انا الفطور حضر باش نصره ونروح الحوت، الخيرات هذه الكل باش نهزها معايا. دونك ساده المشاهدين، انا نودكم من كوجينه الماتينال بهالوصفات السهله السريعه، اي سورتو ما تتكلفش. عملت اليوم شربه سهله برشا، زعره فيها برشا خضره، حطيت سفناري، حطيت قراع، حطيت بصل اللي تحبوا، نجموا تحطوا شويه حمص، نجموا تحطوا معاها شويه عدس اصفر هكا المقشر، ما ياخذش برشا وقت في التطيب. هذوما الكل يجيو في الشربه نتاعنا مع الدجاج مليحه، يعطي نكهه خارقه العاده، خاصه كان زدوا مخويت زيت زيتونه بيولوجي من عند الزيان. دونك هكا كانت الشربه نتاعنا حاضرة في وقت قياسي معها. هي حضرت التريليا المسفسرة اللي وريتكم كيفاش عملناها بالسفساري من عند بريكادور، خذيت المرسوقة متاع بريكادور، حطيت في وسطها كعبات التريليا متاعي وحطيت معاهم شوية فارس معدن وبصل اللي تحبوا انتوما، تجي خارقة العادة. هذه لازمهم سلطة، سلطة أنا عملتها اليوم بالجنرية، خذيت الصحاف متاع الجنرية حضرتهم، بعد حطيت فيهم فروماج وطماطم وشوية بصل الأخضر مقصوصين معاهم شوية فاريونت كان تحبوا، شوية زيتون، زيت زيتونة وملح وفلفل أكحل. هذوما الكل حطيناهم في قلب كعبات لوفون دارتيشول، هذوما اللي حضرناهم الجنرية متاعنا معاهم. أكيد حضرنا وصفة شرقية اللي قلت لكم عليها اللي هي الكبة. الكبة استعملت فيها اليوم الكسكسي الأسمر من عند وردة، وكانت الأطباق متاعنا في وقت قياسي حاضرة، زينت لنا الطاولة بالكدا بكدا. نودكم ولا شهيكم، إن شاء الله عجبتكم الوصفات هذه اللي تنجموا تلقاوها على صفحة الماتينال بالفرنسية ولا بالعربية على الفيسبوك، كما تنجموا تلقاونا على اليوتيوب، تلقاو كل الوصفات متاعي أنا متاع الشيف فتحية شواشي. اللي حاب يزيد يتعلم أكثر الكوجينة ينجم يزيد يجينا للأكاديمي دي شيف اللي هي فيها ديزاتوري موجهين للكبار كما موجهين للصغار. ان شاء الله عن قريب عندنا اتلي خاص بالمطبخ الايطالي، ينشطوا الشيف نيكولا كوليتي باش يقدم لكم اسرار المطبخ الايطالي وخاصه البات فريش. دونك هذايا فيما يخص الكوزين ايطاليان، فيما يخص الصغيرات ابتداء من نهار من اليوم معناها نهار الاربعاء حادش لنهايه العطله، باش تلقاو عندنا ديزاتلي خاصين بالصغيرات، يجيو يتعلموا عندنا الكوجينة ويعملوا جو وياكلوا من الماكلة اللي حضروها ويطيبوها. كيف ما تشوفوا لافيش هذه تخص المطبخ الزمني، باش نرجعوا لأصولنا مع المطبخ الزمني، باش تقدموا من خير النساء اللي يطيبوا الكوجينة التونسية الكوزين تونيزواز متاع العاصمة. دونك الكوزين تونيزواز اليوم باش تقدمها لنا شيفة مميزة جدا ممتازة في اختياراتها وفي خاصة الوصفات اللي من قاع الخابية اللي حبينا نحيوها معها. النساء اللي تحب تتعلم الكوجينة الزمنية وإلا الكوجنة اللي يحبوا يتعلموا الكوجينة الزمنية التونسية على قاعدة في الحلو وفي المالح يجيو يلقاوها عندنا زادا في الأكاديمية دي شيف. نجموا تتصلوا على الرقم 23 06 14 14 23 06 14 14، هذا الرقم متاح لكم. كيما تنجموا تزورونا على صفحة الفيسبوك الأكاديمية دي شيف بالفرنسية، تنجموا تلقاونا وإلا تلقاونا في 14 نهج الإمام الرصاع مون بليزير تونس. مرحبا بكل تساؤلاتكم، ننتظركم في الأكاديمية دي شيف. ميرسي بوكو شيف أيوب، يعطيك ألف صحة. نختموا مع حبوب. وي صباحكم فل ياسمين مرة أخرى الناس الكل، ومرحبا بكم في أجندة الماتينال اليوم نهار 24 مارس توا صلاعة. دونك نجموا تمشيو أول إيفينمون اللي هو خاص بالصغيرات، بروجيكسيون دو فيلم ميراي ما بتيت سور، تلقاوه اليوم مع ثلاثة متاع العشية في سينما لو كوليزي. دونك فيلم باهي للصغيرات. نتعداو ليفينمون الثاني، هنا للكبيرات مش للصغيرات. دونك نلقاو لو تياتر يجي يكون موجود في حبيبي اليوم مع ثمانية متاع الليل، لو كاباري
curieux programme théâtral inopiné سامحوني دونك هنا هما عروض مسرحيه تكون موجوده سي دو لامبروفيزاسيون نورمالمون باش تلقاوه اليوم في حبيبي تونس 8 نتاع ليل كاباري كوريو في ليديسيون الاولى نتاعو هاشتاغ نمبر 1 نتعداو ليفينمون الثالث اللي هو ايفينمون ياسر محلي وياسر مزيان يبدا اليوم 10:30 نتاع الصباح في المدينه نجمو تخلطوا عليه ويتواصل حتى كشي الماضي ساعه ونص لو سيركوي لي مدرسه دو لا مدينه دو تونس هنا ليفينمون هذايا الاحباء المدينه العربي باش تمشي وتلقاو ان سيركوي دورو المدارس اللي موجوده في المدينه العربي الكل في القرون الماضيه كيف الخلدونيه كيف مدرسه الزيتونه دونك وعده مدارس اخرى باش يكون ان سيركوي كولتوريل تلقاوه اليوم في المدينه العربي. نختموا مع اخر ايفينمون يجينا من سينماتيك تونس وهو ايفينمون ياسر محلاه وياسر مزيان سي لو فيستيفال مهرجان لانفيرونمون اللي تلقاوه في مدينه الثقافه في قاعه القلي مع 7 نتاع العشيه دونك ليفينمون اسمه انفيرو فيست في ليديسيون تاعو هذيا تلقاوه في مدينه الثقافه تنجموا تدخلوا على باج فيسبوك انفيرو فيست تلقاو لو بروغرام اون ديتاي اليوم على بروجيكسيون 7 نتاع العشيه كانت هذيا اجندا الماتينال لليوم نتقابلوا غدا في اجندا جديد. يعطيكم الصحه البنات وصلنا للرميرسيمون كل عادة وكل عوايد باش نقول ميرسي للويت الويت تلقاو عندها الحوايج نتاع الصغار والكبار اسبابت لي زاكسيسوار تلقاو عندها الويت ادخلوا الباج الانستغرام الويت تونس ولا ادخلوا الباج فيسبوك الويت وتلقاو نمرو التليفون والادريس. انا نشكر برشا لي زارتيزان الموجودين في المدينه العربي اليوم عاد دنجري اللي لبستو هذيا ونشكر العمبرايه اللي كانت ضيفه نتاعنا في يوم الوطني لاحياء التراث على لي زاكسيسوار ونشكركم انتم على مساجاتكم ابعثونا المساجات باهين ولا خايبين ديما نقرا لهم وديما افيك ان كرون كور ونحاول قاعده ننقص على الاخر من الفرنساويه خاطر عطيتوني انا راسي نقولوا لي احكي بالعربي احكي بالعربي احكي بالعربي وانا نحبكم برشا وناخذ دونك ديما بخاطركم. حاجه اخرى اذا تحبوا تكونوا موجودين معنا في لايف ستايل والا في اون اتيستي بور فو تبعثوا لنا على باج اوفيسيال الماتينال تلقاوها مكتوبه بالسوري بالعربي لي كوردوني نتاعكم تصاوركم نور التليفون واحنا اون فو كونتاكت وان شاء الله تكونوا موجودين بحذنا وشهيه طيبه. مكتوبه بالفرنسي وبالعربي هذا بالسوري تطلع بالعربي بزيد هكا بالعربي ما فهمتش هي ما فيش نحب نشكر سونتر ديستيك باك ستيج في العوينه ونحب نشكر خاصه اميره الرياحي اللي عملت لي الكولوراسيون في شعري يعطيك الصحه اموره ميرسي بوكو طنطوش اوكي طنطوش دونك كيف نحب نشكر زملائنا في ليكيب تكنيك ليكيب الاعداد زميلتنا سناء المجري المعدم انتم البنات للشيف جمهورنا العزيز ميرسي بوكو على مساجاتكم داخل وخارج الوطن برافو اي ميرسي على لي كومونتير اللي تقولون فيهم وحتى ساعات فما نقد ياسر محلاه. توا نخليكم مع سي نبيل خمير الفنان العالمي التونسي نشوفوا شنو محضرنا سلامة. Done me, you better felt it. Tried to be sharp, but you're so hard that I'm melted. Fetch right through the cracks. Man, I'm trying to get there. Before the good don't run out, I'll be giving in my besties. Nothing gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some. I lost some, I won't hesitate no more, no more. It can that way, I'm sure. Well, open up your mind, sissy, like me. Open up your plans, and then you're free. Look into your heart, and you'll find love, love, love. Listen to the music of the morning, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God for sacred to me. Love, 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 love. I won't hesitate no more.
بلاد